السلام عليكم، معكم عادل في واحد لوسه جديده. اليوم غنديروا واحد الصالدة شلاده ديال باربا وبيتخاف. باربا مع سموك سالمون هو السمو فيمي. غنوريكم كيفاش غطيبوا هذه الباربا هذه وكيفاش غنديروا السمو فيمي من السمو فري حتى ردوا السمو فيمي. كاين جوج ديال الحالات اليوم غنتعلموها، وهي لا بيتخاف الباربا. الباربا انا اش كندير، ما كنسلقهاش باش ما كتوليش ميها بزاف وداك الشيء ملي كتقطعها كنديرها في الفراد. دونك كنقبط الباربا ديالي بحال هكا. عندي لي زيرب لي زيبيس، وهي عندي هنايا سلميه، زعيطره، وازير. هادو هما اللي كندير هنايا، كنشدهم كنحطهم بحال هكا. واحد بابي الومنيوم كندير عليهم شويه ديال الزيت من الفوق شويه تنشفش، وكان ندير مليحة وبزار، مليحة وبزيرة، وبعد كندخلها الفران باش كطيب الداخل. تبدا بحال هكا، كندخلها الفران وكتبقى 45 مينوت حتى ساعة. أنا درتي وحيدة، الناس كيديرو كتر من وحيدة باش نوريكم. ومي دخلها الفران كنشد واحد العود ديال البيك دون ولا شي حاجه، كتخشي داك ولا تخشى بالزربه، راه طابت لا مويس ولا شي حاجه، راه عارفين القضيه راه طاب. علاش هاد الطريقه هادي؟ لان احسن ما كديرهاش ديك الماء ولا كتولي ميها وكت المهم كتمشي لها منها المذاق ديالها والبنه. فهاد القضيه ديال الالومنيوم فريمون مزيانه وكتبقى بحال هكا كساينه وصحيحه، ما كيمشيش منها كاع لي فيتامين ديالها ولا داكشي. المهم على بركة الله نخشيها هنا في الفران ومن بعد غنوريكم كيفاش تخرج. وكما كتشوفوا الباربا مي دخلت الفران وخرجات كتولي بحال هادي. كنقشرها بالموس، كتحيد لها القشره وداك الشيء. وانا بغيت ندير لها بحال هكا، كنسلايسها يعني كندير دي رونديل بحال هكا بالموس، ولا عندك لا ماندولين كدير دي رونديل بحال هكا، وباش كنديرها في لاصالا ديالي. نوعو شويه، كاين الباربا حنا عندنا هنا ثلاثه الانواع. كاين الباربا اللي فيها ميكس كولور، فيها ما بين الحمراء والبيضاء، كتولي عندهم واحد الكولور فريمون زوينه، وكاينه الصفراء وكاينه الحمراء اللي تنعرفو بزاف في المغرب، هذيك اللي كتلق الدم بزاف. هذه شويه ما كتكونش فيها ديك الكولور الاحمر اللي كيلصق وتيشد، انا جو بريفير هذا الصفراء هذه. ومن بعد غنوريكم شنو غندير في هاد لاصالا. لاصالا اللي غندير فيها الجرجير، غندير فيها الدلاح، الدلاح اللي كنقطعو واحد جوج طرفات كبار وكنديرو في الكريل يعني كنماركيه، ومن بعد كنقطعو دي بتي دي بحال هكا حتى هو يمشي في لاصالا. وعندنا تشيز، عندنا الفرماج اللي كتسمى فاتا تشيز، هذا سي تان فرماج غريك اللي عندنا هنا موجود بزاف فاتا تشيز. ممكن لكم ديرو كاع الفرماج اللي كتبغيو نتوما اللي بريفيري السلطات، ولكن اللي كيجي فريمون مزيان مع الدلاح والجرجير هو فاتا تشيز. فاتشل تشيز كتجي مزيان. وعندي هاد الخليط اللي كندير ملحه وبزار والحامض والزيت اللي كنخلطو مع هاد لاصالاد هادي. وانتوما غتشوفو اللي كيدير بحال اللي قلت لكم سموك سالمون. غنديرو سموك سالمون، انا عندي واحد الطرف ديالو سومون فخي اللي غنوريكم كيفاش ديرو باش ترجعو بحال هكا. هذا سي تان سومون فيمي اللي مصايب انا اللي مصايبو انايا، يعني ما غنشريش من الحانوت مصايب، كنصايبو انا راسي بحال هكا. الا ما عرفتوش ولا ما قدرتوش ولا هادي كنقلكم تستعملو سموك سالمون العادي اللي كيتباع، لي سومو فيمي اللي كيتباع في لي باكي، ولكن انا جو بريفير بحال هكا. وغنوريكم الطريقه اليوم غتعلمو كيفاش غنصايبو لو سومو فيمي ولا سموك سالمون. يلا بحال اللي قلت لكم دابا انا غنوريكم كيفاش ديرو سومو فيمي. سومو فيمي عندنا طريب ديال السومو، يمكن لكم ديروا واحد كبير، يمكن لكم ديروا واحد صغير، المهم على الجهد اللي بغيتوه نتوما، لان كيخرج بزاف الا كنتو عارضين على الناس ولا بغيتي ديرو. وهاد السومون فيمي تيبقى تقريبا واحد جوج سيمانات عندك في الثلاجه ولا اكثر، يعني كيبقى واحد المده عندك تاكل منه بشويه بشويه، ولا بغيتي دير اون سلاد للضياف ولا شي حاجه بدو على بالك الله. المهم فهاد الزلافه هادي الله يخليكم ركزوا معايا مزيان، لان هاد السكر والملح كيبغي العبار. فهاد الزلافه انا داير كاس ديال السكر مع جوج كيسان د الملحه. هاد كاس السكر مع جوج كيسان د الملحه كنخلطوهم، حيت هما اللي غيديروا لنا، هما اللي غيجفوا لنا ديك لو سومو. دونك كنخلطوهم جوج، وكندير اليانسون، هذا النجمات اليانسون، وقرفة عواد كنخلطهم مع هاد السكر هذا باش كنعطي ديك البنه ديالو تيطلق بحال هكا. دونك كنخلطهم، كنشد هاد السكر
بحال اللي قلت لكم السكر والملحه، كاس ديال السكر وجوج كيسان الملحه. يعني الا درتي جوج كيسان السكر غديروا 4 الملحه. انا درت هذا الجهد على ديك الطريف ويبقى لي كنديروا هذا الخليط هذا لتحت بحال هكا في طبسيل في صينيه في اي حاجه بغيتي، وكنشدوا هذاك السومو اللي عندنا وتنغطيو بهذا الشيء، تنغطيو بحال هكا. تنغطيو السومو ما تيبقاش يبان و تيبقى يبان لك هذاك العويدات بحال هكا القرفه. المهم انا اختاريت اليانسون وهذا القرفه البنه اللي بغيت، يمكن لكم ديروا لي زارب مك لي زيبيس اي ايبيس بغيتي، المهم بنات هما اللي بغيتو. بعد ما درنا ديك الخليط ديال السكر والملح باش نديروا هذا السالمون هذا ونشوفوا كيفاش نوريكم تجفوه هذا، كنشدوه كنخليه في واحد في الثلاجه بوندون 24 واحد 24 ساعه. علاش 24 ساعه؟ باش غيطلق ديك الماء وغيبدا هذا السومون هذا يتجفف، يتعيد من الماء غينشف. دونك ملي غدوز ديك 24 ساعه غتحيدوه وغتغسلوه، يعني غيتغسل باش تحيدوا منه ديك الملوحيه وديك السكر اللي فيه وديك الخليط اللي كان فيه، وغتخليه ترجعوا ثاني الثلاجه باش ينشف ديك الماء اللي غسلتيه منه. ومن بعد غتشعل واحد العافيه، ولا مثلا بحال غدير تشوي شي حاجه ديك الفاخر وهادي دير في واحد الطرف ديال العود ديال مثلا التفاح ولا اي حاجه عندك اللي غد ديك الدخان ديالو تعطيه شويه ديال الريحه، واحد تم فيه واحد الريحه تقريبا واحد 10 دقائق ولا ربع ساعه تخليه فوق من ديك الدخان. وبعد ما تخليه من ديك الدخان تخرجو وغدير ليه من الفوق تبادي جوني، يعني غدير واحد جوج معالق كبار ديال الموطارد الا عندك الموطارد بالجرين ديالها، يعني يعني ماشي صحيحه صاينه، ولا ما عندكش موطار عاديه ودير شويه ديال الشبت مع نص معلقه د الحامض ودهنو دهنو وتخليه في الثلاجه ينشف. ومن بعد غتبقى تستعملو تقطع منو الطريفات داكشي وتستعملوه، ويلاه نوريكم لا سلطه ديالي. المهم بغى على بركه الله غنبداو نديرو لا سلطه نبريزونطيوها. بالنسبه للباربه ها هي خرجات بحال اللي قلت لكم، كديروا دي سلايس كديروا دي غونديل كبار صغار داكشي اللي بغيتي، وانا نوريكم واحد بتي ديكوراسيون اللي سهله. لو سومو اللي درنا قلت لك فيمي هاك وتيطلع لي هاك وكيخرج لكم هاك بحال هكذا تقريبا، وكنديروا دي ترونش ونوريكم كيفاش غتستعملوه. هذا كيمكن لكم تستعملوا بزاف ديال الحوايج، اي سلطه بغيتي تاكلوها هكا بالخبز، يعني بزاف د الحوايج. وزوين ملي كدير واحد الحاجه في الدار يعني كتكون هوم ميد بصفه في الدار، حتى ما تشريها في الزنقه ملي كتكون في بلاستيك ما عرفتش شحال من شهر هو حاطها تما باش يبيعها. المهم انا غنبدا معكم لا سلطه. في الاول اش غندير؟ غنحط هاد بيتس يعني الباربا ديرها بحال هكا في هاد الطبيس بحال هكا، هاد ديكوراسيون لا هذا كيفاش كتبان. بعد نشد ديك الجرجير اللي عندي بحال هكا، الدلاح اللي قلنا شدينا واحد الطريفات بحال هكا في طحين كبار وشديناهم حطيناهم في لاكريل، ومن بعد قطعنا دو كيوب بحال هكا حتى هو كيجي مزيان الصلاد. نتوما كيجيكم غريبه ديروا الدلاح في الصلاد داكشي، ولكن راه كيجي بنين. هاد الخليط اللي درنا ديال الزيت والحامض هو هنا وملح وبزار، ولا غنديرو بيه هدا غنوقدو هاد الجرجير هدا شابان هنا هكا عاد لي مغصو ديال التلاح كيعطيو من يدر زوين لوين زوين الصفر والاحمر فهمتي هكا، وكيجي بنين هذا الدلاح. هذا راه ماشي غير الماكله بوحدي، بحال اللي دير ديك النار السوب ديال الدلاح كاين لي سلطه بحال هكا، وكل مره غنوريكم فين كيقدر تستعمل الدلاح، راه ماشي غير تاكلو هكاك. المهم هذا لو سومو هذا نشدو انا تندير ليه بحال هكا طريفات بحال هكا كل واحد هنا هكا. وبلا ما نساو ديك الفرماج هاد فاتا تشيز هكا، اللي كيبغي بزاف يدير بزاف،
كيبغي شويه يدير شويه دونك كتشيت راه كتجي لنا الطبسي ديالنا كيزي لا سالاد دو بيتراف مع سومون فيمي هكا تطلع. وش نقول لكم شهية طيبة وإلى اللقاء إلى غسلة جديدة ونهار جديد. تهلاو فراسكم.